أنا ملي كنت شاب مراهق كنت شغوف بنزار قباني، إلى حد أنه بعض المرات كانت الوالدة الله يذكرها بخير كتدخل كتلقى الديوان ديالو فوق صدري وأنا ناعس، يعني كنت كنقراه بزاف وتعلقت به. وبديت أول ما بديت كنلحن، يعني في بديت كنلحن نزار قباني، فلحنت شي 7 ولا 8 هذا وربما حتى 10 القصائد ديال نزار قباني، ومنهم قدرون عندي. المشكله ديال نزار قباني هو ملي دخلت الميدان واحترفت الى اخره وداكشي، فهمت بانه الا بغيتي تغني نزار قباني فكاين واحد قانون ديال حقوق التاليف اللي خصك هو اللي بغيت نسولك عليه اكزاكتو. فقدرون انت كان عجبت واحد الصديق ديالي في لندن اللي هو شاعر من الكويت واللي هو صديق جدا للعائله اللي كيشرفوا على المكتب ديال، فخدا لي التنازل يعني بدون اي شيء وكان هدية منه. فالقصائد الاخرين موجودين عندي ملحنين ولكن ما نقدرش الصعوبه باش ما نوقعوش في الاخر. فعلا كريم، نهضر معك شويه على المهرجانات والمسؤولين ديال المهرجانات. واش ما كتشوفش اولا كتشوف انت بانهم كله كيفرضوا اسلوب واحد على الجمهور؟ يعني كاين مهرجانات بزاف اللي شاركتي فيهم ولكن مؤخرا واش انت غائب ولا مغيب؟ لا مغيب ماشي بوحدي، بزاف الناس اللي كيمارسوا نفس الاسلوب بحالي مغيبين. علاش؟ اعلاميا ولا حتى في لساني؟ يعني طبعا لانه دابا ولا توجه واحد بحال شي قصاريه، واحد كيحل ولا نجح كيديروا الاخرين بهالو، ما كيخليوش لا ديفيرسيتي، يعني يخليو الناس يختاروا، كل واحد يختار اسلوبه. فملي كنمشيو في دول الغربيه ولا في الاذاعات العالميه الاخيره، حتى في الاذاعات كتلقى اختصاص، كتلقى اذاعه كدير جاز، اذاعه كدير الموسيقى كلاسيك، اذاعه كدير لوغوك، كدير المودرن الى اخره، وكل واحد كيمشي يتجه للذوق ديالو اللي كيناسبه وكيعجبه. حنا لا، حنا كناخذوا مسار واحد وكنفرضوه على الجمهور المسكين اللي كيستهلك بدون اختيار.